عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة رياض العواد ينضم إلينا من بغداد. مرحبا بك سيد رياض. يعني الملك يقول أنه حذركم من الذهاب نحو العدوى الفرز اليدوي يعني الشامل لأنه سيجعل النتائج أسوأ طبعا. بماذا تعلقون على ذلك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك المشاهدين الكرام. حقيقة كنا نأمل من الانتخابات أن تكون بوابة لخروج العراق من مأزق سياسي ومن محنة مر بها عبر تاريخه الجديد، ولكن للأسف بسبب أداء المفوضية المرتبك في طريقة إعلان النتائج وإدارة ملف الانتخابات جاء بما لم تنتظره القوى السياسية وما لا ينتظره الشارع. هذا الإرباك وهذا الخلل الإداري الواضح في طريقة يوم الاقتراع وطريقة فرز الأصوات وإعلان الأصوات ومسح الإعلان مرة ثانية والتخبط ومخالفة قرارات التي ألزمت نفسها بها مسبقا واقصد المفوضية، هذا طبعا أثار الشكوك وأثار حفيظة الكثيرين. طبعا الفائزين بتراتبية قد يعني لربما إعادة الفرز قد لا تجدي نفعا، يعني لا تزيدهم شيئا ولا تنقصهم، لربما تنقصهم يتخوفون من هذا خصوصا ان دولة القانون في الإعلان الأول كانوا 37 مقعد، بعد الاعتراضات أصبحوا 34. هم يتخوفون من أنه إن تم إعادة الفرز لربما يعني نسبة المقاعد تهبط أكثر، يتخوفون من هذا الأمر. لكن هي القضية مو قضية أنه إيش قد ينزل وإيش قد يصعد وإيش قد يأخذ هذا، هي القضية هي قضية زرع الثقة لدى الناخب ولدى السياسيين، زرع الثقة في العملية الانتخابية، زرع الثقة في المفوضية. اليوم نحتاج تعزيز الثقة في الأداء الحكومي وأداء كل مؤسسات الدولة، لأن هذا سينعكس سلبا أو إيجابا على المتلقي وعلى المواطن وعلى الجمهور. إذا بقي هذا الإرباك وبقي هذا الخلل وبقي هذا التشكيك، طبعا قطعا ستكون الانتخابات القادمة فيها عزوف أكبر وفيها تنصل أكبر. طيب سيد رياض، وستكون عدم مصداقية لدى الناس في أنه لن تذهب إلى الانتخابات بأريحية. نعم. يعني نعم. عمليا لا يمكن إعادة العدوى الفرز اليدوي الشامل لكل المحطات، يعني على اعتبار أن قانون الانتخابات يعني الذي صوتتم عليه يقرر العد الإلكتروني أساسا لاحتساب الأصوات، كيف يمكن إذن تحقيق العد الشامل؟ نعم، المفوضية نعم تم الاتفاق على أن يكون العد الإلكتروني، ولكن ضمن محددات وضمن يعني معايير ونقاط ألزمت المفوضية نفسها بها، منها أنها تكون الريسيفرات أو الأجهزة تأتي من مناشة عالمية من ألمانيا 5 أجهزة، وتم تخصيص مال ل5 أجهزة، ولكن تبين فيما بعد أنه تم شراء جهازين وهناك 3 أجهزة جاءت هدية من بعثة اليونامي لا يعرف مصدرها ولم يعني يعرف ماهيتها ومدى حصانتها. إضافة للخروقات كثيرة في قضية أنه يجب القانون كان ينص على المفوضية أن تعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة بعد الاقتراع، ولكنها أعلنت نسبة 96% وقالت هناك 3000 وكسر من الصناديق لم تضاف حتى الآن، وتبين فيما بعد أن نسبة الصناديق عدد الصناديق التي لم تضاف هي 12000 وكسور، أي ما نسبته تقريبا أكثر من 20% من عدد المحطات لجميع المحافظات العراقية. هذا الإرباك والكثير من النقاط المؤشرة، وهناك مسودة رسالة بعثت من تحالف قوى الدولة إلى رئيس الجمهورية بعد أن لم تنظر المفوضية بعين المهنية للاعتراضات القانونية، وخصوصا أننا قدمنا اعتراضات معززة بالأرقام ومعززة بتساؤلات تحتاج إلى إجابة كي تطمئن المقابل، ولكن للأسف ما رأيناه من المفوضية أنها بدأت ترفض الطعون بالجملة، ترفض المئات وتقبل الآحاد ولا تحدد أماكن هذه بالتحديد حتى يتم فرزها. هذا الإرباك في أداء المفوضية المركزية، طبعا في أداء المفوضية احنا لا نقصد الموظفين في المحافظات، هناك موظفين أدوا عملهم على أتم حيادية وشفافية، ولكن ما رأيناه من أداء المفوضية المركزية في بغداد أداء مضطرب، إعلان لنتائج مرتبك،
عدم تعامل بمهنية مع الطعون ومع الاعتراضات، مما عزز نسبة التشكيك أكثر لدى من طعن ومن تساءل ومن أراد إجابة شافية ووافية. وما زاد في الطين بلة أنه تقدم آلاف الطعون وترد بالجملة وتقبل عدة طعون. هكذا أداء لا يطمئن الجماهير ولا يطمئن التيارات السياسية وجمهورها. نعم، والشارع سيد رياض إلى نتائج الانتخابات وإن ذهبت حقيقة. السيد رياض العوادي عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، شكرا جزيلا لك.